ونبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث قام محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج بتوزيع شهادات البكالوريوس لخريجي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF. وأكد المعراج أن البحرين حققت نتائج إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي سواء في العام الماضي أو خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من كل التطورات الاقتصادية والمالية، متوقعا أن تواصل البنوك والمصارف البحرينية أداءها القوي في النصف الثاني من العام الجاري. كما أكد المعراج على أن جميع المصارف البحرينية وأجهزتها الائتمانية بخير ولم تتعرض لأي قرصنة إلكترونية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي داوب على توجيه البنوك والتعاون معها فيما يتعلق بتثقيف العملاء بشأن الوقاية والحذر من أي تهديدات سيبرانية. وقد شدد المعراج على أهمية أن تكون البحرين وبنوكها على مستوى عال من الجاهزية مع التطوير السريع للقطاع البنكي، داعيا جميع العملاء إلى الأخذ بالتوجيهات التي يتلقونها من البنوك حرصا على حماية حساباتهم المصرفية. أكد عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، أكد في مقابلة مع قناة العربية أن المجموعة تعتزم الدخول إلى إندونيسيا والصين وشرق إفريقيا عبر الاستحواذ على مصارف قائمة، وأوضح أن هذه التوسعات سوف تمول من خلال حصيلة الصكوك التي أصدرتها مؤخرا بقيمة 400 مليون دولار، وكذلك من خلال طرح أسهم العام المقبل. ولفت عدنان إلى عزم المجموعة فتح 30 فرعا جديدا في المغرب خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن تأخر الدخول إلى إندونيسيا يأتي بسبب تعثر محادثات الاستحواذ على أحد البنوك بالإضافة إلى تراجع العملة. قال مدير الشراكة المجتمعية في هيئة صندوق العمل تمكين أحمد جناحي إن نحو 100 مؤسسة بحرينية استفادت من برنامج الدعم المخصص لتوجيه الأعمال خلال الشهرين الماضيين. وقد أوضح جناحي في تصريحات على هامش لقاء للإرشاد والتشبيك أن تمكين بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية بطرح برنامج التوجيه والإرشاد بشكل عام، من أبرز برامجها برنامج تمكين لتوجيه الأعمال. وأضاف جناحي أن تمكين تستعد لطرح برنامج توجيه للأفراد مطلع العام المقبل 2019، حيث يتم تجربته في الفترة الحالية ويمكن للأفراد الاستفادة منه بصورة تجريبية. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع نشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بتقدم بنسبة 0.27% مقفلا عند مستوى 1343 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع قطاع البنوك التجارية والخدمات والاستثمار وأيضا الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,734,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 477,000 دينار تم تنفيذها من خلال 76 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار بنسبة 46% من التداولات اليوم. ننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية التي شهدت ارتفاعا جماعيا بعد موجة انخفاض خلال الأسبوع الماضي. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.54% مقفلا عند مستوى 7729 نقطة، متأثرا بارتفاع غالبية مؤشرات البورصة السعودية بقيادة قطاع أسهم قيادية في قطاع العقارات وأيضا البنوك التجارية.
نتحول مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.37% مقفلا عند مستوى 5325 نقطة بدعم من قوة التداول على أسهم قطاع الموارد الأساسية. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أقفل على نفس الإقفال السابق في يوم الخميس الماضي الأسبوع الماضي عند مستوى 4918 نقطة، وذلك بسبب الأنباء أو بسبب تردد المستثمرين للأخبار حول الاندماج المحتمل بين عدد من البنوك في أبو ظبي. فيما أقفل سوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.57% مقفلا عند مستوى 2842 نقطة مدعوما بشكل رئيسي من تقدم أسهم شركات السلع الاستهلاكية. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.47% مقفلا عند مستوى 4453 نقطة بدعم من تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية. بلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 24 مليار ريال سعودي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم قفزت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 45% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وارتفعت تداولات البيع والشراء بمقدار 7.5 مليار ريال مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي 2017. وتشكل تداولات السوق الأمريكية في هذه الفترة نحو 94% ب 22.8 مليار ريال، فيما مثلت تداولات الأسواق الأوروبية نحو 6% ب 1.47 مليار ريال. واصل مركز دبي المالي العالمي تسجيل نمو ملحوظ في قطاع إدارة الثروات والأصول في ظل استمرار شركات عالمية بتوسيع نطاق أعمالها في المركز، وتم الترخيص لأكثر من 150 شركة في مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من عام 2018، مما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 2003 شركات، كما ارتفع عدد الشركات والمستشارين العالميين المتخصصين إلى أكثر من 200 شركة. ويضم مركز دبي أيضا أكثر من 60 صندوقا استثماريا مشتركا. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: صحيفة صينية تنفي الأنباء حول تقاعد مؤسس شركة علي بابا. قالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد أن الأزمة التركية تذكر بأهمية تطوير الأسواق المالية المحلية، وذلك لتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن منطقة الخليج العربي أقل اعتمادا عليه مقارنة مع أسواق ناشئة أخرى. وأضافت أن الدين الخارجي للسعودية لا يتخطى 25% من إجمالي الدين العام، ولذلك يتم اعتبار المنطقة بأنها محمية من حدوث أزمة في المستقبل. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة أبل إلى تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا رغبت في تجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين. وكانت أبل قد أبلغت مسؤولين بقطاع التجارة بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار عدد كبير من منتجات أبل بما في ذلك الساعات الذكية. وغرد ترامب على تويتر قائلا إن أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد يفرضونها على الصين، ولكن هناك حل سهل ستكون فيه ضريبة صفرا بالإضافة إلى حافز ضريبي، وهو أن تصنع أبل منتجاتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين. في الشأن ذاته، سجل الفائض التجاري للصين أمام الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بأكثر من 31 مليار دولار خلال شهر أغسطس، وذلك رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن في يوليو الماضي.
وازداد الفائض التجاري الذي يثير حجمه غضب الإدارة الأمريكية ب 18.7% بالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2017، وبزيادة كبيرة عن مستواه في يوليو بحسب أرقام الهيئة الصينية للجمارك. يأتي ذلك بسبب زيادة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 13% على مدار عام لتبلغ 44.4 مليارات دولار. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. في الخبر الأخير، قالت صحيفة The South China Morning Post الصينية والمملوكة من شركة علي بابا إن جاك ما رئيس مجلس إدارة عملاق التجارة الإلكترونية الصيني سيعلن خطة يفصل فيها من سيخلفه في الشركة، وذلك يوم الاثنين المصادف عيد ميلاده 54. وذكرت الصحيفة أن جاك سيبقى حاليا رئيسا للمجلس الإدارة التنفيذي للشركة، لتنفي بذلك أنه يعتزم التقاعد بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقابلة خاصة مع جاك ما، والتي أشار فيها إلى أنه سيخصص وقته للأعمال الخيرية مع التركيز على مجال التعليم. وكان جاك ما قد عمل مدرسا للغة الإنجليزية قبل تأسيس علي بابا عام 1999، وارتفعت ثروته مع ثروة الشركة البالغة نحو 421 مليار دولار بحسب سعر السهم عند إغلاق البورصة يوم الجمعة الماضية.